محبين السفر وعشاق السفر في كل مكان، اليوم في قناة السينما وبس حنحكي عن تركيا كرحلة سياحية. اليوم بدي أحكي عن الفيديو اللي هو يمكن في كتير ناس عم تدور عليه، اللي هو كيف تطلع إقامة سياحية استثمار دائمة طالب، أو حتى لو كان إذا أنت حاب تستقر في تركيا. طبعا بسبب الاوضاع اللي صايره في المنطقه العربيه، سواء في سوريا او حتى الغليان اللي عم بتصير في المنطقه في كل مكان، وحتى الضرائب اللي عم بتصير جديده في السعوديه ودول الخليج، ففي ناس كثير عم تفكر فعليا انه تنتقل الى تركيا كنوع من انواع انه مكان ممكن تقضي فيه بقيه حياتها، او حتى تحصل على اقامه للسكن او حتى للعيشه في تركيا. هلا تركيا صراحه كبلد فيها شغلات مهمة جدا، أول شيء بلد سياحي، الشغلة الثانية عادات قريبة من عادات العرب نسبيا، طبعا نحن نحكي عن اسطنبول، اسطنبول مدينة مختلفة شوي، ميكس من كل أجناس ومن كل أنحاء العالم. بينما مثلا بتروح على المدن الأصغر بتلاقي في نوعا ما حميمية أكثر في التعامل، أو بالأحرى قريبة أكثر، لأنه مثلا لو رحت على بورصة حتشوف الموضوع مختلف شوي عن اسطنبول نسبيا، يعني عم نحكي. خلينا ندخل في الموضوع المهم. هلا عشان تقدر تطلع اقامه، اول شيء عشان تيجي على تركيا انت لازم تاخذ فيزا، صح؟ حسب المعلومات اللي عندي بتقول انه ما بتقدر تاخذ اقامه الا ما يكون معك على حسب نوع الفيزا تبعك، يعني اذا معك انت فيزا سياحيه فانت مخول تاخذ شيء اسمه اقامه سياحيه، اذا انت عندك فيزا استثمار اخذه من السفاره التركيه فبالتالي تاخذ اقامه استثمار، فيزا طالب او دراسة فانت بتاخد فيزا دراسة او اقامة دراسة. حنبدأ اول شيء في اكثر شيء الناس عم بتدور عليه اللي هي الاقامة السياحية. الاقامة السياحية اصدقائي حلاوتها شغلة مهمة جدا. حلاوتها اول شيء بتريحك من موضوع الفيزا، شغلة تانية بتتجدد بشكل سنوي، الشغلة الثالثة بتكون بيعطوك اياها بناء على جواز سفرك، يعني بقي لك 6 شهور جواز سفرك حيعطوك 6 شهور، إذا عندك أكثر من سنة حتكون سنوية وتجدد بشكل سنوي. بتخولك تفتح حساب بنكي أكيد في تركيا، وبالتالي إذا عندك أموال برا ممكن تنقلها. الشغلة الرابعة مو مسموح لإلك إنه تشتغل بالإقامة السياحية في تركيا رسمياً. الأمور غير رسمية هي بقى الله أعلم فيها. نبدأ أول شيء بالإقامة السياحية الأكثر شيء عليها طلب. الإقامة السياحية يا حبائي يا كرام تبدأ أول شيء إنه أنت بتاخد شيء موعد اسمه بمكان اسمه الأمنيات. الأمنيات هحط لكم الرابط تحت، هذا صار مثل موقع الجوازات التركي، صار فيه اللغة العربية، بتاخد موقع الموعد تبعك وبتروح عليه. طبعا أنت لازم تكون موجود في تركيا لأنه الموعد مو ثابت، يعني ممكن هلا تروح تاخد موعد يقول لك بعد أسبوعين، ممكن تقدم هلا يقول لك بعد شهر تقريبا، فبحسب العرض والطلب. وطبعا كل مدينة إلى موقع أمنيات خاص فيها، وطبعا هذا الشيء بتلاقى مع كمان كمية الناس عم بتقدم، فمثلا اسطنبول أكيد فيها زحمة كبيرة وبالتالي حتكون مواعيدها طويلة أكثر. الشغلة الثانية بالنسبة لهذا الموضوع إنه في شيء اسمه غير الموعد اللي حتاخده، في شيء اسمه السيكورتا. السيكورتا هو التأمين. التأمين هو تأمين صحي، باختصار إنه أنت لازم تطلع الفيزا هاي لازم يكون عندك تأمين، وهذا بيختلف على حسب العمر، وتقريبا بتكون تكلفته من بين 300 إلى 500 ليرة تركي على حسب العمر وعلى حسب الشركة. الشغلة الثالثة اللي بتحتاجها هي موضوع اسمه عنوان بيت في تركيا في اسطنبول. ليش؟ لأنه أنت بعد ما تساوي المقابلة ويقول لك أوكي اللي حسيت أنه حيبعتوا لك كرت الإقامة بعد أسبوعين 3 أسابيع عن طريق البريد التركي، وبالتالي إذا أنت ما عندك عنوان بريد في تركيا أو عنوان بيت ما راح يكون أي فائدة لهذا الموضوع. حلو في الموضوع الإقامة السياحية أنه أنت بيكون عندك أول شيء مكان تروح له بدون فيزا، الشغلة الثانية بتقعد فيها براحتك خلال السنة، ممكن تستكشف البلد أكثر، ولكن مثل ما شفتوا الموضوع ممكن ياخذ معك من أسبوعين إلى شهر عشان تقدر تطلع الإقامة أو تستلمها في إيدك. عشان هيك في حل ثاني هو مكلف شوي اكثر، طبعا مثل ما حكينا قبل شوي التكاليف هي كلها تقريبا بتكلفك حوالي 800 ليره ل 700 ليره تركي. في حل ثاني اهم اللي هو انه انت تستخدم واحده من المكاتب استشارات اللي شغلتها الاساسيه استخراج الاقامات.
هذا الحل اغلى، ولكن الشيء المهم جدا في الموضوع انه انت ممكن انت مثلا موجود في السعوديه او في الجزائر او في المغرب تحكي مع هذا المكتب وتبعث له البيانات اللي بده اياها، وهو يحجز لك الموعد، وهو اللي يأمن لك عقد البيت، وهو كمان اللي يسوي لك كل شيء بدك اياه، بحيث تجي انت اسبوع على تركيا تقضي اجازه سياحه، تروح تقابل الموعد، بعد هيك تماما لما يخلص الموعد وهو يستلم عنك الاقامه ويبعث لك اياها بالبريد. فبالتالي مثل اقول خدمه 5 ستارز. كمان هذا المكتب لانكم انتم متابعين قناه السندباد لكم خصم خاص عنده، كل البيانات موجوده تحت في وصف الفيديو. هذا الشيء حيساعدكم جدا بحيث انه توفروا على حالكم الوقت، المبلغ حيكون اغلى اكيد، ولكن ما هو المبلغ الكبير لانه انتم عم تكسب وقت اكثر، وبنفس الوقت ما عم تدخل بتفاصيل انت يمكن ما عندك المعرفه فيها اكثر. النوع الثاني بقى اللي هو اقامه الاستثمار. طبعا انت دخلت هلا بفيزا سياحيه، سويت اقامه سياحيه، بدك تبدا بشيء اسمه فيزا استثمار او شركه استثمار. ايش الفائده منها؟ هي اول شيء في عنا اول شيء اكثر من نوع، النوع اللي هو شركه مؤسسه واحده او لشخص واحد، وفي عندك اكثر من شريك ممكن يكون معك في انواع اخرى. يعني هلا الشغله المهمه كمان لازم تعرفوها في موضوع شركات الاستثمار، انه راس المال، وانه نحن في اكثر من نوع، في لشخص واحد، في لاكثر من شريك، بيعتمد اول شيء على المبلغ الاستخراج، انه الدفعه الاولى حتندفع. الشغله الثانيه على راس المال، يعني مثلا 25% 25000 ليره تركي، هذا بيكون لشخص واحد ولك انه صلاحيه عين مدير واحد. اكثر من هيك 100000 ليره تركي، لك صلاحيه انه يكون معك شريكين، وهكذا. انا حاطط لكم كمان صوره تحت لتعرفوا كيف التقسيم بيكون. عندك طبعا شركه لشخص واحد، وفي عندك شركه اللي هي الاكثر من شريك، اللي هي بتكون محدوده او بسموها محدوده ذات مسؤوليه محدوده. المميز في موضوع الاستثمار، الناس اللي حابه اول تفتح بزنس لازم يكون عندها اقامه استثمار او مستثمر. الشغله الثانيه الموضوع الجنسيه التركيه. الآن في كثير قوانين عم تطلع إنه إذا أنت عندك 5 سنين أو 4 سنين موجود في البلد، عم تدفع كل الضرائب اللي عليك وكل شيء أمورك تمام، وعم تدخل فلوس وعم تطلع فلوس، فبالتالي أنت حتكون مؤهل إنه تقدم على الجنسية التركية. ولكن شغلة مهمة كمان، في ناس عم تاخذها قبل الوقت هذا، فبالتالي القوانين مو كثير واضحة بهذا الموضوع، ولكن إقامة الاستثمار ميزتها الأساسية غير البزنس إنه كمان بتخولك تحصل على الجنسية التركية. إقامة الاستثمار غير الإقامة السياحية، لأنه الإقامة الاستثمار عندك مصاريف شهرية. المصاريف الشهرية بتمثل بأنه عندك أجرة محاسب، رسوم أول شيء تدفع عشان تستخرج الرخصة وتستخرج الإقامة بتتراوح حوالي من 2000 دولار. أنت بحاجة إلى رأس مال، أنت بحاجة إلى كمان أنه راتب شهري لمحاسب قانوني، هذا المحاسب بتراوح راتبه الشهر من 200 ل 350 ليره شهريا. عندك ايجار مكان، وعندك كمان ضرائب الموجوده على الايجار، عندك ضرائب موجوده على الدخل تبعك، بالاضافه عندك راس المال لازم تفتحه في البنك وتحط فيه المبلغ. النقطه المهمه في هذا القصه يا اصدقائي، انه انت تقريبا حيكون عندك اقامه استثمار غير الدفعه الاولى، حيكون عندك شهريا مصاريف من بين 500 ليرة إلى 1000 ليرة 1500 ليرة. هذا الشيء على حسب، نحن عم نحكي إنه الإيجار والضريبة الموجودة على الإيجار، وبالإضافة على الضرائب الموجودة على الدخل الرايح والجاي. في مكان تستخرجها لنفسك، ولكن كمان المكتب اللي تحت ممكن يعطيكم ويسهلكم كل هالأمور هاي، وبنفس الوقت أنكم متابعين سندباد لكم خصم خاص موجود كمان تحت بالتفاصيل. أنا حبيت إن شاء الله تكون عندكم معلومات كافية ووافية لهن هذا الشيء. إذا عندكم أي أسئلة ممكن تواصلوا مع المكتب تحت، أو حتى أنا أكيد بكون سعيد إنه الشيء اللي بقدر فيه أساعدكم أكيد بساعدكم عليه. الله يعطيكم ألف عافية، بتمنى إن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم، ونشوفكم على خير. دائما لا تحرموني الدعم تبعكم، لايكات والشيرات، وطبعا بحب أقول لكم شكرا جزيلا، الحمد لله قناة السندباد صار عندنا أكثر من 1,200,000 دقيقة مشاهدة بالشهر الماضي. عنا هلا اكثر من 400,000 مشاهده بالشهر الماضي. شكرا كثير لكم، واكيد نحن بدعمكم نستمر. يعطيكم الف عافيه.